شكرا مشاهدينا الكرام، مشاهدي سوق تي في مباشره معكم من وسط المدينه بالضبط موحه وسعيد. اجواء خاصه بالعيد الاضحى، يعني الاجواء ما غتلقاهم حتى شي بلاصه الا في مدينه قديمه في الاحياء الشعبيه، يعني كل واحد اسلو كبير، بعد الفاخر تبن جلبانه، مهم الناس محركه. الآن معكم من شهر من شارع طاهر العلوي. أجواء خاصة من وسط المدينة القديمة، بقى الرياح من عيد اللي كاين واحد الرواج، شوفوا الفاخر كاين فخار طواجن طنجيات. الشعبية كتعرف واحد الرواج وواحد الروح ديال العيد الأضحى خصوصا داخل المدينة القديمة. مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي هذا البث والى اللقاء.